مجلس نواب الشعب يصادق على ميزانية المجلس ورئاسة الجمهورية ويستأنف النظر في مشروع الميزانية الاثنين القادم. انطلاق حصص الاستمرار في عدد من المؤسسات العمومية باعتماد توقيت إداري جديد وبعض الإدارات تتخلف عن تأمينها. في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، تونس تسجل معدلات الحوادث القاتلة نفسها ودعوات لوضع استراتيجية وطنية للحد منها. نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم. بعد جدل كبير شهدته الجلسة العامة بخصوص التقليص في حجب ميزانية مجلس نواب الشعب مقارنة بالسنة الماضية، صوت 117 نائبا بالموافقة لتمرير ميزانية المجلس للسنة القادمة مع احتفاظ 11 آخرين ودون أي رفض. موجة استياء انطبعت مواقف النواب على اختلاف أطيافهم السياسية من حجم ميزانية مجلس نواب الشعب التي تم تقليصها بنسبة تفوق 10% مقارنة بميزانية 16 و2000، إلى جانب ضعف حجمها مقارنة بميزانيتي رئاستي الجمهورية والحكومة، وهو ما لا يتلائم حسب النواب مع ما ينص عليه الدستور من نظام سياسي برلماني. سنة أولى ثانوي قلت لهم ربي نحب نعطيكم هالميزانية الثلاثة، طلعوا لي من خلال الأرقام النظام السياسي. قال لي نظام رئاسي وما فيش كلام. يعطيك الصحة، ما فيش كلام. ميزانية المجلس لا تعكس معناها وجوده كسلطة سياسية أصلية في البلاد، وهذه السلطة الأصلية هي المرجع السياسي الرئيسي. أعتقد شخصيا أنها غير وفية لنظام الحكم الحالي، النظام الذي محوره الأساسي البرلمان ومجلس نواب الشعب، وغير وفية للحاجيات الحقيقية لهذه المؤسسة الأولى. ونلقاو أن مؤسسة رئاسة الحكومة انضافت، معناتها كبرت الميزانية نتاعها، كذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية، ثم كان مجلس نواب الشعب هو اللي عمل المجهود هذايا. ميزانية مجلس نواب الشعب التي تقدر بأكثر من 29 مليون دينار ستصرف نسبة 90% منها لأجور الموظفين والعملاء. جزء يسير فقط هو مخصص لدعم عمل النواب، في حين أنه هذه تمثل تعرفوا سلطة أصلية مجلس نواب الشعب، 217 نائب مع المستشارين مع التوظيف. لابد من هناك حسن تصرف في هذه الميزانية، لابد أن جزء هام من الميزانية يمشي في دعم عمل النواب. الميزانية في عوض نطوروها، خاطرنا قدام مشروع قانون استقلال مالي وإداري، وبالتالي نحن قدام طلبات تنظيم الكتل، مصاريف الكتل ما لقيناش، نحن قدام زاد لوجستي نقصنا. النائب ما هوش قادر باش يحور قانون أو فصل قانون إذا كان ما عندوش دراسة الجدوى، وهذا يتطلب إمكانيات إدارية. الميزانية حظيت مع ذلك بالمصادقة في جلسة غاب عنها ممثلو الحكومة، واقتصر الحضور على حوالي نصف عدد النواب وعدد من الإداريين. كما صادق مجلس نواب الشعب على ميزانية رئاسة الجمهورية ب 115 صوتا واحتفاظ 17 بأصواتهم. الجلسة تطرقت إلى ما تم تضمينه ماليا لصالح مؤسسة الرئاسة، مع اعتبار أن الزيادة كانت طفيفة مقارنة بسابقتها وفق بعض النواب. عم ناول زادة أسالت الكثير من الحبر والانتقادات والنقاشات السلبية، وخاصة منها السياسوية البحتة. واليوم سمعنا برشا على الزيادة اللي شفناها في الميزانية بارابور العام ناول. في المقابل دعا نواب آخرون إلى مراجعة هذه الميزانية، خصوصا بعد التقليص في ميزانيتي المجلس ورئاسة الحكومة واتباع سياسة التقشف على جميع المؤسسات، وتناولوا وضعية القصور الرئاسية. اعتمادات التي رصدت لمصاريف القصور الرئاسية، هل هذا مقبول؟ كلنا نعرف أنها تمثل عبء على الميزانية وأن الكثير منها لابد من التفويت فيها والإسراع في ذلك. السؤال المطروح، هل أن الرئاسة ترغب في الحفاظ على قصور المخلوع ووضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية؟ أدعو إلى مراجعة هذه الميزانية بما يتلائم والنظام السياسي للبلاد. كان من الممكن الضغط أولا على شراء الأوسمة 300 ألف دينار، الوقود 1800 مليون دولار،
دينار عفوا. أكد أن ميزانية رئاسة الجمهورية تمثل آلية لتنفيذ المهام الموكولة لها بمقتضى الدستور وفي إطار احترام استمرارية المؤسسات وتطويرها. وقد تم إعداد ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 مع مراعاة الوضعية المالية العمومية ودقة الظرف التي حتمت علينا تحديد الأولويات والضغط على النفقات قدر الإمكان للمحافظة على نفس مستوى الميزانية 2016 محينة رغم ارتفاع نسب التضخم، وترون أن الزيادة المسجلة تقتصر فقط على مفعول الزيادات في الأجور الخاصة أساساً بالمصالح الأمنية والتي تم إقرارها وصرفها خلال هذه السنة. نواب آخرون أثاروا العلاقات الخارجية لتونس وضرورة الانفتاح على أفريقيا كعمق إقليمي ومراجعة أدوار المعاهد المتصلة برئاسة الجمهورية وأهمها الدراسات الاستراتيجية. احتفظ بكل ما هو إيجابي فيما هو حالي وتفتح الجديد. أفريقيا اليوم نبني بيننا وبين أفريقيا أسوار، ربما البعض سيرد علي لا كل مرة عملنا وكل مرة عملنا. أفريقيا فضاءنا الطبيعي. فوجئت بضعف الإمكانيات المرصودة لهذا المعهد اللي يلعب في الدول المتطورة والمتقدمة دوراً رئيسياً في سياساتها التنموية. كما تمت الإفادة أن تقييم مؤسسة رئاسة الجمهورية يجب أن يكون موضوعياً وأنه لا خوف من الارتداد إلى الوراء في ظل نظام الحكم المتبع في تونس وما ينص عليه الدستور. جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره جدد رفضه القطعي لقرار الحكومة إلغاء الزيادات في الأجور، وطالب اتحاد الشغل الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات احتراما للتفاوض وتطبيق للمعايير الدولية وحفاظا على الاستقرار، وذلك على خلفية تمسك رئيس الحكومة في خطابه أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة تقديم قانون المالية للسنة القادمة تمسكه بعدم إدراج الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية. واعتبر الاتحاد أن التراجع عن الزيادة في الأجور هو إجراء مفتعل له خلفية سياسية من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها. وجاء في البيان أيضا أن اتحاد الشغل يعتبر مراجعة السلم الضريبي إجراء مفصول عن الزيادة في الأجور، ويطالب بإصلاح ضريبي قائم على العدالة والإنصاف. كما جددت المنظمة الشغيلة مطالبتها للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإسراع في فتح التفاوض للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 16 و2017 و2000 وفق الاتفاق الإطاري الممضى في الغرض. انطلقت سبت حصص والاستمرار في عدد من المؤسسات العمومية باعتماد التوقيت الإداري الجديد استجابة للإجراء الذي اتخذته وزارة الوظيفة العمومية. كاميرا الأخبار تحولت لعدد من المؤسسات وواكبت سير حصص الاستمرار هذه. عادت أبوابها لتفتح مجددا يوم السبت. مؤسسات وإدارات عمومية تؤمن حصص استمرار من الساعة 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار، إجراء وإن استحسنه البعض ممن كان في الموعد لقضاء شؤونه ونقد مردودية أعوانه البعض الآخر، فإن عديد المؤسسات ظلت تنشد طالب خدمة. هي من المفروض نخدم السبت والأحد و 18 ساعة ل 24 وإن شاء الله نوصله. كان تمشي دقائق دم وهو كاشش ما نجمش يسهل المأمورية. باركونت حاجة باهية توا اليوم نجم نخدم في السبت وسط الجمعة ما نجمش. أو جيت باش طلع مضمون يجي أرجع غدوة يجي نهار الاثنين خاطر السيد مش هنا. هذا ما يحلش المشكل. حل المشكل ثم فولونتي من الناس الكل. نقضي أموري فماش وقت وسط الجمعة نهار السبت نقضي أموري الكل. إجراء وإن هو يشمل كلا من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، إضافة إلى جميع مصالح الحالة المدنية والقباضات المالية ومكاتب العلاقات مع المواطن ومراكز الصحة العمومية، فإن العديد من هذه المؤسسات ظلت أبوابها مغلقة. علاش مثلا بلدية محلولة وقت اللي قالوا حسب السيد الوزير قال ابتداء من 19 نوفمبر الإدارات باش تحل، هاي إدارات مسكرة. ثلاث ساعات من العمل ضمن حصة استمرار كل سبت يؤمنها عدد من الأعوان في كل إدارة، ويتفقد سيرها عدد آخر من الأعوان. أربعة أعوان ورئيس المركز ورئيس مكتب الاستقبال معناها موجودين الكل،
وهي بيدها تساعدنا معنا حتى كمؤسسة. بالنسبة لي نحن معنا ربما على طويل تنقصنا الضغط وصل أسبوع. أنا نمثل الكتابة العامة متاع بلدية تونس وجينا نتفقدوا في الدوائر متاعنا في سير العمل نهار السبت صباح الحمد لله دونا على الدوائر يخدموا لباس فما إقبال والحمد لله 15 دائرة في مجال الحل المدني كلهم يخدموا. كنا عنا أربعة دوائر بلديه يخدموا. هذا وكان مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل قد ساند قرار الجامعة العامة للمالية في رفض بلاغ وزارة الوظيفة العمومية المتعلق بحصة الاستمرار للقبضات المالية داعيا الصلة المعنية لمراجعته وفتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول جذرية تراعي مصلحة المرفق العام والمواطن والعون العمومي. بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ملتقى إعلامي. هذا الملتقى الذي قامت خلاله الهياكل المختصة بدراسة سبل الوقاية من حوادث الطرقات ودعت إلى ضرورة إرساء استراتيجية وطنية للسلامة المرورية. حوادث الطرقات أو ما سمي بآفة حرب الشوارع ظاهرة تفاقمت معدلاتها في السنوات الأخيرة مسجلة خسائر بشرية ومادية فادحة في تونس، إذ أصبحت الطرقات في كامل أنحاء البلاد تخلف يوميا ما يعادل 4 قتلى جراء الحوادث المرتكبة من قبل مستعمليها. في العائلة عندنا شكون صارت له ديزاكسيدون، معناها الزخوة مع بعضها صار ديزاكسيدون في الجنوب وتوفاو 2 مساكن فيها، مش كون خلف 2 خلفوا عائلتين معناها وصغار وموجود الحوادث، فما شكون خلفت له عوائق. ولات انه نسمعوا حادث فيه 3 قتلى و4 قتلى ربما ما عادش تاثر في برشا عباد، يلزم ندق ونقوص الخطر وناكد انه كل يوم فما 4 قتلى على طرقاتنا. العمليه هذه ما يلزمهاش تتواصل. تقريبا في كل عام يصير بين 150 و200 حادث شغل قاتل. في ال 200 و 150 هذين ثم تقريبا 20% منهم يصيروا حوادث مرور في إطار مهمة مهنية. معدلات متفاقمة لحوادث الطرقات في تونس تم تسجيلها نتيجة عوامل عديدة أبرزها الإفراط في السرعة وتطبيق المجاوزة الممنوعة وعدم احترام إشارات المرور، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من هذه الآفة. وأول سبب في حوادث الطرقات هو سلوك متاع السائق، سواء كان عادي وإلا سائق معناها مهني، من تاكسيات، من لواجات، من كيران، من سيارات عادية، من شاحنات، من غير ذلك. ولهنا المؤسسة عندها دور كبير في الوقاية. المطلوب هو أنه تولي قضية وطنية، أنه تنخرط فيها جميع الوزارات، لأنه وزارة الشؤون الدينية معنية، وزارة التربية معنية، وزارة الصحة معنية، وزارة النقل معنية، جميع الوزارات، جميع الهياكل معنية. ما يلزمش تكون حكر على الهياكل المرورية القضية هذه. وللحد من حوادث الطرقات دعا المتدخلون إلى ضرورة إرساء استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تتطابق والمعايير الدولية لتضبط قواعد المرور بالنسبة للسائق والمترجل. بين الحاجات اللي نجم ندخلوا فيها لتحسين مجال السلامة المرورية وتكثيف الإشارات العمودية، تكثيف الإشارات التحتية، دهن ممرات المترجلين، إضافة إلى أحداث في كل الطرقات ممرات علوية للمترجلين، لازم معناها بتتر تكون فيما برامج تأهيلية بتاع ميزانيفو بتاع السواق، خاصة سواق الثقيلة ولا الشاحنات. هي جملة من الإجراءات بإمكانها أن تحد من حوادث الطرقات تم عرضها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات الذي ينتظم تحت شعار الحق في الحياة أولاً. في مصر أصدر القضاء السبت حكما بالسجن لمدة 2 سنة مع الأشغال ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش والكاتب العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي لإدانتهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. وعلى خلفية هذا الحكم عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق والمبدئي مع النقابة المصرية ومع كل الصحفيين المصريين، وتعلم الرأي العام وطنيا ودوليا أنها ستشرع في القيام بحملات تضامنية ضد كل من يستهدف حرية الصحافة والتعبير. في سوريا حذرت الأمم المتحدة من التدهور الشديد للوضع الإنساني في حلب بسبب انقطاع إمدادات الغذاء والدواء في ظل تواصل الحصار والقصف الجوي على المدينة.
وأكد مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن السكان المحاصرين شرق حلب يواجهون لحظة قاتمة جدا مع غياب إمدادات غذائية وطبية، وقد تتفاقم الأزمة أكثر مع وصول آلاف العراقيين الفارين من هول الحرب الدائرة في بلادهم إلى مخيم في الحدود الشرقية السورية الذي يقيم فيه حوالي 50,000 شخص وسط ظروف إنسانية صعبة وفق وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي العراق أعلن الجيش تحرير منطقة نمرود الأثرية جنوب الموصل ذات الأغلبية الأشورية ورفع العلم فوق المباني الحكومية وألحق خسائر كبيرة في صفوف تنظيم داعش الإرهابي مع مواصلة تقدم الجيش العراقي داخل أحياء مدينة الموصل. كما بدأت القوات العراقية اقتحام عدد من العمارات السكنية وتمشيطها وتطهيرها في الوقت الذي يواصل فيه هذا التنظيم الإرهابي اتخاذ المدنيين دروعا بشرية لمنع تقدم القوات العراقية. عودة لتونس. وفي عالم الفن الرابع تعيش مختلف المدن التونسية هذه الأيام على واقع أيام قرطاج المسرحية. دورة هذه السنة تشارك فيها تونس في البرمجة الرسمية ب18 مسرحية، منها مسرحية أشقف للمخرجين سيرين جنون ومجدي بومطر. تابع ممن تمكن من دخول قاعة العروض المسرحية هذه مسرحية أشقف للمخرجين سيرين جنون واللبناني مجدي بومطر، مسرحية دارت أحداث وداخل قارب مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا. بلادها خطر من الحرب وتشد نسوب عيال طيف، راهو الموج يهز فينا السماء ويمكن يشقف شعرنا تكلم 42 رقبة بلحن البحر. نعم، الواقع السياسي والاجتماعي لعدد من البلدان العربية يدفع بمواطنيها لركوب البحر بحثا عن حياة أفضل ما وراء البحار، واقع جسدته فصول المسرحية. 30 سنة حرب مع أهلي وحل البلد. عرفتي البلاد ما عادش مش يقوملها حتى قايد، واللي قاله هو صار ما زال مش يسير. الأم العربية كانت حاضرة في مسرحية أشقف من خلال أم سورية قررت المخاطرة بحياتها من أجل البحث عن ابن غادر الوطن إلى وجهة غير معلومة. لا والله العظيم أنا كنت في حالة البحر وبخلص منكم يا بجر. الإنسان يبحث عن الحياة، عن الكرامة، عن لقمة العيش، عن السعادة، أن يعيش حياته، يعيش هذه الحياة المرة الواحدة بسعادة، ولكن للأسف هذا يعني شيء لا يتحقق. بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وما يعانيه شعوب بعضها من حروب أهلية وصراعات سياسية كانت حاضرة في مركب الهجرة نحو إيطاليا. مواطنين كل واحد من ناسيوناليتي، فما برشا، فما محليها وكا وحسيلة عجبتني برشا. تحكي واقعنا مش الواقع التونسي بركة، الواقع متاع الثورات العربية. المخرجة حطت كل ما فيها باش تخرج حاجة كما اللي كنا نتفرجوا فيها تو. هذه يمكن المساحة الوحيدة اللي تقعد لنا باش نعاودوا نحسوا به معنا موجود، خاطر نعرفوا لي في الدنيا ماهوش موجود معنا. هو فقيد المسرح التونسي عز الدين قانون والذي تعود إليه فكرة هذه المسرحية. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. مجلس نواب الشعب يصادق على ميزانية المجلس ورئاسة الجمهورية ويستأنف النظر في مشروع الميزانية الاثنين القادم. انطلاق حصص الاستمرار في عدد من المؤسسات العمومية باعتماد توقيت إداري جديد وبعض الإدارات تتخلف عن تأمينها. اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، تونس تسجل معدلات الحوادث القاتلة نفسها ودعوات لوضع استراتيجية وطنية للحد منها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.